بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد. ساعات البعض في الروحيات يركز على عمل الله فقط وينسى الجانب البشري تماما، ويفتكر ان دي روحيات. يعني يقول لك كله بالنعمة، كأنك انت ما فيش حاجة، او يقول لك دم المسيح هو كل حاجة، او يقول لك المسيح غلب العالم نيابة عنك، يبقى انت غالب ومنتصر وخلاص بالعافية كده. المشكلة في اصلها هي الآتي، اقولها لكم كده بصراحة وبعدين نخش في الكلام المظبوط. المشكلة ان البعض يقرأ الكتب الأجنبية ويترجمها ويلقنها للناس كما هي، ويأتي بروحيات غربية ويفرضها على الفكر الأرثوذكسي، وده مش مظبوط. وبيبان، يعني اللي بياخد من الأجانب بيبان، تلاقي كل شوية والتاني كلمة أجنبية ترجمة بتاع الآخر. يقول لك ربنا بيحبك، وكفاية عليك إن ربنا بيحبك، وما دام ربنا بيحبك يبقى خلصت الشغلانة. مين قال خلصت الشغلانة؟ الحب من جانب واحد لا يمكن أن يكفي. ربنا بيحبك يبقى لازم أنت تحبه، ويبقى محبة متبادلة، محبة مشتركة. طب ما ربنا بيحب العالم كله، هكذا أحب الله العالم كله. لما ربنا أحب العالم كله هل خلص العالم كله؟ لا، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. إذا في شرط. أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، يعني مش الكل صار، أما الذين قبلوه. إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يعمل البر هو مولود منه. يعني مش كل واحد نقدر نسميه ابن لله. الآيات دي أقولها لكم شواهدها عشان تعرفوها. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية، في يوحنا 3:16. أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، في يوحنا 1:11. إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يفعل البر مولود منه، في يوحنا 2:29. احفظوا الحاجات دي. يبقى مش معناها أن ربنا بيحبني أبقى أنا خلصت. لابد أن أبادل الله حبا بحب. طب ودي جت منين؟ جت منين؟ جت من الكتاب. المسيح ما بيحب تلاميذه، وبيقول الكتاب كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى، دي في يوحنا 13. ومع ذلك المسيح بعد ما قبل بعد القيامة قبل بطرس قال له أتحبني؟ يبقى مش يكفي ان المسيح بيحبهم حتى المنتهى، لازم انت برضه تحب المسيح. أتحبني؟ قال له أيوة يا رب. قال له طب وريني محبتك بقى دي تيجي ازاي؟ ارعى غنمي، ارعى خرافي، إلى آخره. يبقى في عمل. هو كفاية ان ربنا بيحبك؟ طب ما ربنا بيحب الدنيا كلها، لكن لابد انك انت تبادله حبا بحب.
عشان كده بيقول ربنا يا ابني اعطيني قلبك وان تلاحظ عيناك ترق. انا بحبك وانت في نفس الوقت لازم تديني قلبك، ما تبقاش محبة من جانب واحد، من جانب الله فقط والبشر مفيش، مش هتسلك الحكاية دي ابدا. اعطيني قلبك، ومش بس تديني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. ليه الاتنين دول مع بعض؟ لان ربنا زي ما ورد في يوحنا الاولى في الوحي على يوحنا بيقول ايه؟ لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. فربنا بيحبك دي واحد، يبقى انت لازم تحبه نمرة اتنين، وعشان تحبه تديله قلبك، ولما تديله قلبك ما يكونش كلام مشاعر وكلام في الهوى وباللسان وبالكلام، بالعمل والحق. يبقى زي بالعمل والحق تلاحظ عيناك ترق. ولذلك يقول من يحبني يحفظ وصاياي. يجي لك واحد يروح شايلك من الشغلانة دي كلها، يقول لك اطمئن وافرح كل حين، ده المسيح بيحب. طب كويس، طب افرض المسيح بيحبني وانا ما بحبوش، افرض المسيح عايزني وانا مش عايزه، يبقى ليه هتوصلني؟ هتوصلني ازاي؟ ما المسيح مرة قال كم اردت، كم مرة اردت ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. انا اردت وانتم لم تريدوا. ما ناخدش المحبة ابدا من جانب واحد ونقول ربنا بيحبنا. ربنا بيحبنا دي نص الحقيقة، النص الثاني لازم احنا نحبه زي ما احبنا. والرسول بيقول كده في يوحنا الاولى 4:9، بيقول نحبه لانه هو احبنا قبلا. مش احبنا قبلا وخلصت، لا لازم احنا نحب. وتاكد لن يدخل ملكوت الله الا الذين يحبون الله، غير كده مفيش. لا مفيش، هي دي. يجي اشخاص يضحكوا على الاخرين، يتملقوا الجماهير، افرحوا انتوا خلاص بقيتوا في الملكوت، انتوا خلاص طلعتوا في السماء، انتوا خلاص ورثتوا. يا عم ما تجيش الحكايه كده، احنا هنضحك على الناس. صحيح في عمل عمله الله من اجلنا، لكن لابد ان توجد استجابه عندنا لكي نتمتع بعمل الله، والا كان ممكن جميع اهل العالم يخلصون. الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون، لكن هل خلصوا كلهم؟ ما خلصوش. ليه؟ لانهم لم يبادلوا الله حبا بحب. في عمل لازم احنا نعمله. تقول لي وربنا؟ اقول لك ربنا بيعمل ايه. ربنا بيقول لك انا واقف على الباب واقرا، انا بخبط على باب قلبك، وبعدين من يفتح لي ادخل. طب افرض ما فتحش، يبقى ربنا ما دخلش، يبقى استفاد ايه؟ لكن تقول لواحد ما دام ربنا بيحبك يبقى افرح وانبسط، اديك خدت الملكوت بالايمان بمحبه ربنا. احنا نؤمن كل الايمان بمحبه ربنا، لكن نؤمن ايضا ان لابد ان نبادل الله حبا بحب. والحب ده ما يكونش في القلب فقط، يكون في القلب والعمل زي ما قلنا، ليس بالكلام ولا باللسان. ازاي؟ كلمه لطيفه خالص في النشيد الاناشيد، أنا فاكر العبارة دي وعصت عليها وعظة سنة 70 يمكن، في نشيد الأناشيد، اجعلني خاتما على قلبك خاتما على ساعدك.
خاتما على قلبك مختوم على قلبك في عواطفك، وخاتم على ساعدك في ايدك في العمل. يعني مش بس يكون ربنا خاتم على قلبك، لا ما يكفيش دي، لازم خاتم ايضا على ساعدك. خاتم على قلبك بالايمان، خاتم على ساعدك بالاعمال. هو بس تقول احط ربنا في قلبي ومحبة مع ايقاف التنفيذ، مفيش بس محبة وبس. اقول لي يا رب كفاية ان اديك قلبي، طب ما توريني المحبة الحقيقية دي، لا نحب بالكلام ولا باللسان. زي واحد يديك عواطف وما يعمل لكش حاجة، مجرد كلام، يقول لك يا سلام ده انت في عينيا من جوه، ده انا لو طلت اموت علشانك مستعد، طب يا اخي ساعدني، يقول لك ده انا افديك بحياتي، طب ما تساعدني. كلام 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 وعمل مفيش. لا الحكايه ما تجيش كده. اجعلني خاتما على قلبك، خاتم على ايه؟ على ساعدك. الله احب وبذل. انت تبادل حب بحب، ايضا تحب وتبذل. توري له محبتك بانك تتعب من اجله، توري له محبتك بانك تضحي ببعض الملاذ بتاعتك او بكلها من اجله، توري له محبتك انك بتحبه اكتر من العالم، وانك لا تدخل منافسا له في قلبك. هذه المحبة. لكن محبة كده كلام. تركيز الناس على محبة الله فقط بينسوا العامل البشري، مشاركة الإنسان لله في الحب. طب ما واحد جه للمسيح وقال له ايه الوصية العظمى في الناموس؟ قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك من كل قوتك. يبقى مطلوبة منك الحكاية دي، مش بس من وصايا العهد الجديد، دي الوصية دي موجودة في العهد القديم، موجودة في سفر التثنية إصحاح 6، بيقول له اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك، وبعدين تحب قريبك نفسك. إن كانت محبة الله فقط، إذن إيه لازمة الوصايا؟ يقول لك لا، هو يحبني وهو اللي يشتغل فيا وهو اللي ينفذ لي الوصايا، وأنا أنام وأنعس وأحلم بالحياة الأبدية وأصحى ألاقي الحياة الأبدية مكتوبة لي في الكتاب المقدس. بلاش دلع أرجوكم. احنا نحب ربنا يعني نحب بجد، لكن هذا الخيال الخالي من العمل لا يوافق ابدا وصايا الله. تقول لي حياتي الروحيه هي نتيجه لعمل الروح القدس فيا وليس لعملي انا. اقول لك نص كلامك صح ونص كلامك غلط. حياتك الروحية نتيجة لعمل الروح القدس فيك، دي صح، ولكن نتيجة أيضا للشركة مع الروح القدس، والشركة مع الروح القدس آخر آية موجودة في الرسالة الثانية كورنثوس الثانية 13-14، ودي اللي بناخدها احنا في البركة. بنقول محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس. لازم انت تشترك مع الروح القدس في العمل، لان الروح القدس جايز يعمل معاك وانت تحزن الروح وتطفئ الروح وتقاوم الروح وتجدف الروح. الكلام ده مينفعش.
لكن انت عايز تقول ربنا يعمل من اجلي وانت ما تعملش من اجل نفسك، مش معقول. لازم تشتغل. ما هو ربنا بيقول مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوم. مد ايده طول النهار، ادي عمل ربنا، والشعب الثاني معاند ومقاوم. لازم انت تعمل من اجل ربنا. لازم انت تعمل ايه؟ من اجل ربنا. يعني اجيب لك مثل من الامثله. الناس اللي بيقولوا كله بالنعمه او عمل ربنا كفايه. انت يعني مهما عملت ومهما كان ليك صله بالنعمه هتكون اكتر من بولس الرسول في النعمه؟ ده كل علماء الكتاب المقدس يقولون لم انه لم يتكلم احد عن النعمه مثلما تكلم بولس الرسول. ومرة بالمرات قال لست أنا بل نعمة الله العاملة فيا. وقال النعمة التي تعمل فيا بقوة. عايز أكثر من كده؟ وقال النعمة دي عملها فيا ليس باطلا. ده كويس. طب إيه يا بولس؟ اتكلت على عمل النعمة فيك؟ يقول لك أبدا، ده أنا أسعى لعلي أدرك الذي من أجله أدركني المسيح. طب المسيح أدركك من أجل خلاصك، وأنت أسعى لعلي أدرك وتسعى بس؟ لا أبدا، ده أنا جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي. يعني مش يسعى بس، جاهد الجهاد الحسن وأكمل السعي. طب والنعمة؟ النعمة بتشتغل لكن لازم أنا أشتغل معاها. النعمة تشتغل لكن لازم أنا أشتغل معاها. الروح القدس يعمل فيا لكن لازم أنا أشترك مع الروح القدس في العمل. وبعدين يقول إيه؟ يقول وأنا تعبت أكثر من جميعهم. وأنا تعبت أكثر من جميعهم. تعب أكثر من الكل. وبيقول كل واحد بيأخذ أجرته بحسب تعبه. إذن لابد تتعب من أجل ربنا وتأخذ أجرتك بحسب تعبك. تتعب من أجل ربنا وتأخذ أجرتك بحسب تعبك. ومش بس كده، بيقول أقمع جسدي وأستعبده. ده بولس الرسول بيقول أقمع جسدي وأستعبده. ليه؟ لألا بعد ما كرست الآخرين أصير أنا نفسي مرفوضة. بولس يقول كده؟ أيوه يقول. طب وأنت يا بولس تقمع جسدك ليه؟ ما تخلي النعمة هي اللي تقمعه لك وتخليك أنت عامل أمه كده جاهز. لا، ده أنا اللي أقمع وأستعبده. وتقنعه وتستعبده ازاي؟ تدربت ان اشبع وان اجوع، ان اكتفي وان استفضل. ايه الحكايه؟ بتتدرب، بتجاهد، بتتعب، بتقمع جسدك، بتستعبده. وايه تاني؟ وتاني تاني حاجات كتير كتير كتير. قالها لنا في كورنثوس الثانيه اصحاح 4 واصحاح 6، اقرا لكم منها شويه عشان تشوف بولس كان عامل قد ايه. شوف بيقول بل في كل شيء نظهر انفسنا كخدام الله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام، في طهارة، في علم، في أناة، في لطف، في محبة بلا رياء. إيه الكلام ده؟ راجل بيشتغل.
لكن تقول لي محبة ربنا ونعمة ربنا وانت ما تشتغلش، طب يبقى ايه الفرق بين الكويسين والوحشين؟ ما كله بقى زي بعض. علشان كده يوحنا ذهبي الفم يقول ان احنا لا نستلقي على ظهورنا في كسل ونطلب ان النعمة تعمل فينا كل شيء. النعمة لا تعمل في المتراخين، لازم تشتغل والنعمة تشتغل معك، تشتغل والنعمة تشتغل معك. يقول لك لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. يقول اسلكوا بتدقيق، ده بولس ده اللي بيتكلم عن النعمة، اسلكوا بتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. يقول اطلب اليكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يليق بالدعوه التي دعيتم اليها بكل تواضع القلب والوداعه وطول الاناه محتملين بعضكم بعضا ده لازم شغل انت تشتغل. يقول مش بس تسعى نحو ربنا، ده بيقول اركضوا لكي تنالوا. يعني اجروا في الطريق الروحي على قد ما تقدروا. بيقول لنا الحواس مدربة. بيقول مصارعتنا ليست مع لحم ودم، دي مع أجناد الشر الروحية. بنصارع بنجاهد. تقول بس النعمة ومحبة ربنا ليك كفاية؟ مين يقول الكلام ده؟ ربنا عايز يشوف ازاي انت بتحبه بتتعب من أجله. ده قيل عن يعقوب لما أحب راحيل تعب 20 سنة من أجله. وإنت تحب ربنا ما تتعبش من أجله؟ ما تجيش كده وبس ناخد اللاهوت الغربي وندخله في الأرثوذكسية. صدقوني أخطر ما يقابلنا الآن ان البروتستانتية تلبس عمم سوداء وتشتغل جوه الكنيسة. ما هو لو جالك واحد بروتستانت بالياقة منشية وبدلة ما جايز ما تقبلش كلامه، لكن لو جالك بعمم سوداء تقول لا ده أبونا. دي أصعب حاجة بتواجهنا حاليا دلوقتي، الناس اللي ياخدوا الأفكار الغربية وينشروها جوه الكنيسة، وتلاقي نفس المبادئ ونفس الأفكار بتسرح جوه الكنيسة. وبعدين يحصل إيه؟ يحصل لو واحد عمل اجتماع زي كده تلاقي كل البروتستانت اللي في الكنائس الجاية يجوا يخشوا عنده يخشوا عنده يخش، يبص يلاقي الاجتماع بقى لاف إيه وقللويا ومجدا والحكاية حاصل. جرالك ولو قال غير كده ينسحب ويكش الاجتماع. فيبقى خلينا كده نكسب صداقة الناس. الأرثوذكسية هي الأرثوذكسية، وهي الكتاب المقدس، وهي تعليم ربنا. ولا تخدع الناس إطلاقا، ما تخدعش الناس. مش تقول لهم ناموا والنعمة هتعمل فيكم كل حاجة، افرحوا لأن أسماءكم قد كتبت في ملكوت الله. المسيح بيعمل فيكم كل شيء، انت مش محتاج تجاهد لكي تتطهر من خطية. دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. يطهر مين؟ يطهر التائبين اللي بيحبوا ربنا. لكن انت تنام وتقول دم يسوع يطهرني من كل خطية، يطهرك ازاي؟ ده بيقول ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ما تجيش الامور كده. انا عايز نفهم كويس طريق ربنا. طريق ربنا انه بيعمل من اجلنا كل شيء، لكن لازم نشترك في العمل معاه، لازم نشترك في العمل معاه. المسيح قادر انه يمشيني على الامواج زي بطرس، بس لازم انا امسك في ايد المسيح. لكن لو بعد مفيش فايده. دي الطريقة اللي هي توصلنا لربنا، ان احنا نشترك في العمل معاه.
نحارب من أجله ونجاهد من أجله ونتعب من أجله. ليه إحنا بنحط الشهداء أعظم القديسين نحطهم في الأول؟ لأنهم أكتر ناس احتملوا من أجل ربنا وأكتر ناس تعبوا من أجل ربنا. يبقى إحنا لازم نتعب زيهم ونحتمل زيهم ونشتغل زيهم. إن ما كانش بسفك دم يبقى على الأقل بإن إحنا نضغط على الإرادة بتاعتنا. بل حتى شوفوا حكاية الدم يقول إيه الرسول، برضو بولس الرسول اللي اتكلم على النعمة كتير بيلوم العبرانيين في عبرانيين 12-4 بيقول إيه؟ لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. يعني لو أدى الحل إنك تسفك دمك مجاهد ضد الخطية، لكن تقول له بحبك يا يسوع، ايه بحبك يا يسوع ليه؟ طب وانت لما تحب يسوع مش تحبه بالعمل والحق، ولا تحبه وتمشي ضده؟ ولو مشيت ضده تبقى بتحبه؟ بيقول هذه هي المحبة أن نحفظ وصيات. بتحبه الطوع وابن الطاعة تحل عليه البركة. فلازم احنا نشتغل من أجل أنفسنا. بولس الرسول بيقول لتلميذه تيموثاوس، بيقول له لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك. كلمة تخلص نفسك دي كلمة لطيفة، والذين يسمعونك أيضا. يعني خلاص نفسك لازم في جزء تجاهد أنت من أجله وتشتغل من أجل نفسك. ما تنامش، ما تتراخاش، ما تتكاسلش، وتقول النعمة تعمل فيا كل شيء. تقول المسيح غلب العالم وأنا في المسيح، أب أنا غلبت العالم. طب أنت في المسيح صحيح؟ فيه إزاي؟ أنت فيه إزاي؟ هو نجيب كلام الكتاب ونلبسه علينا تلبيس بدون ما ينطبق؟ ما هو لو كنت في المسيح والمسيح فيك لما تبقى خلصت الحكاية. شوف المسيح بيقول ايه، اثبتوا فيا وانا فيكم. انتوا تثبتوا فيا وانا اثبت فيكم، الثبوت المتبادل. لكن افرض المسيح عايز يثبت فيك وانت مش راضي، يقول ايه؟ كل غصن لا يثبت في الكرمة يقطع ويلقى من النار. يجي يقول لك كل جهادك الوحيد هو الايمان، ما دام تؤمن يبقى كل حاجه خلص، ما عندنا اشمال. انا موافق، بس اي ايمان؟ ايمان حي، لان ايمان بدون اعمال ميت، فلازم يكون حي ليه اعمال. وايمان ايه تاني؟ وبيقول في غلطية الإيمان العامل بالمحبة. يبقى إيمان حي وإيمان عامل بالمحبة، والمحبة لها فاتورة طويلة وقائمة طويلة في كورنثوس الأولى 13. المحبة تتأنى وتترفق ولا تقبح ولا تظن السوء، إلى كلام كثير قوي. طب وإيه تاني؟ إيمان حي، إيمان عامل، إيمان مثمر. مثمر بيقول من ثمارهم تعرفونهم، كل شجرة لا تصنع ثمر جيد تقطع وتلقى في النار. ثمر الروح القدس محبة وفرح وسلام وطول أناه ووداع وتعفف وكلام كتير في غلاطية 5:22 و23. هو بس كلمة إيمان ونجري بيها. أي نوع من الإيمان؟ هو كل إيمان يعتبر إيمان؟ لا، ده يبقى الناس مش فاهمين الكتاب. في كورنثوس الثانية بيقول ايه؟ بيقول جربوا انفسكم، اختبروا انفسكم، هل انتم حقا في الايمان؟ ويمكن مش في الايمان. ان كنت في الايمان صحيح
يبقى إيمان حي، إيمان عامل، إيمان مثمر. فين دي؟ إن وجد ده كله يبقى ماشي، شغلك باين. من ثمارهم تعرفونهم، الشجرة الجيدة بتطلع ثمر جيد. انت فكركم لما الشيطان يجي يخدع الناس يخدعهم ويقول لهم امشي في الخطية، ده يبقى مش شيطان بقى، ده يبقى لسه جديد في الشغلانة، يعني ما تمرنش عند كبير الشياطين، ما خدش فصول توعية ولا فصول تقوية. ده الشيطان لما يجي يضحك عليك ويقول لك انت يهمك الشيطان، ده الشيطان ده تحت اقدام انت ولا يهمك منه، ده المسيح غلبه، انت هتتخانق معاه ليه؟ ما هو ميت جاهز، الضرب في الميت حرام، سيب الشيطان محله، ده ميت جاهز. فتسيبه محله يطلع لك كده يرقص حي. لذلك بولس الرسول بيقول نحن لا نكهل افكاره، ده حتى لو ميت ده احنا. بيقول ايه ده؟ الكتاب ما قالش كده، ده بيقول عدوكم مثل اسد بيزقر فقاوموه راسخين في الايمان. تقول لي ميت، تقول لي تحت اقدامك، لا يا حبيبي ده اسد بيزقر، خلي بالك كويس قوي، خلي بالك، لان الخطيه طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها اقوياء، انت مش احسن من غيرك. الشيطان ده جن، بلاش كلمه جن، جن دي ما جاتش في الكتاب المقدس، لا انا هكلمكم عليها بعدين دي، لان في ايات جت على الجن بس دي ترجمه عربيه، لكن في الاصل العبري والترجمات الانجليزيه ما فيش كلمه جن، الترجمه العربيه ترجموها كده. يعني الشيطان، فناخد بالنا كويس قوي، والانسان الحكيم ياخد باله. طب العذارى الجاهلات، اهو كانوا عذارى وكانوا ينتظرون العريس وكان معاهم مصابيح، لكن لان ما فيش زيت ضاع كل الشغلانه بتاعتهم. انت عايز تمشي مع ربنا تكون مصابيحك مليانه زيت. بيقول السيد المسيح لتكن احقاؤكم مشدوده ومصابيحكم موقده، وانتم مثل اناس ينتظرون سيدهم متى ياتي، لئلا ياتي بغته فيجدكم نياما. صحصحوا، خلي بالكم من نفسكم، طوبى لاولئك العبيد الذين اذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. تقول لي انام والنعمه تصحيني؟ لا يا حبيبي، النعمه هي اللي تعلمك السهر، النعمه هي اللي تعلمك ايه؟ السهر. النعمه تقول لك قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، النعمه تقول لك ها بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت الهنا في الليالي ارفعوا ايديكم ايها القديسون وباركوا الرب. النعمه ما تقولكش تنام، النعمه تقول لك قومي يا نفسي واستيقظي، ده الكلام المظبوط. لكن نتكل على محبه ربنا وما نشتغلش نضيع روحنا. ما هو الشيطان ممكن يضحك علينا بكلمتين زي دول، الشيطان ممكن يقول لك كلام روح عشان ينيمك وينعسك، يقول لك تجاهد ليه عشانك انتصرت، ما انت انتصرت وخلاص. زي اخ بلاموسي مره قال ليه انتوا بتقولوا كرياليسون يا رب ارحم 41 مره؟ هو لسه ربنا ما رحمكمش؟ ما رحمكم من زمان، ليه تقول يا رب ارحم؟ الاخ المرحوم ده مش محتاج لكلمة يا رب ارحم، لكن احنا محتاجين لكلمة يا رب ارحم ليل ونهار. ليه؟ لان عدونا سهران، عدونا زي اسد بيزقر
يقول ملتمسا من يبتلعه، عشان كل دقيقة نقول يا رب ارحم. أنا عايز نفهم الروحيات على أصولها، ما ناخدش جزء منها ونسيب الجزء التاني. تقول ربنا معاك واطمئن. صحيح أنا أطمئن، لكن لازم برضو لما ربنا يكون معايا أشتغل. أنا رغم القديس أغسطينوس بيتكلم عن فترات الخطية بتاعته، بيقول إيه؟ بيقول كنت يا رب معي ولكنني من فرط شقوتي لم أكن معك. أنت كنت معايا بس أنا ما كنتش معاك، كنت بتشتغل فيا وأنا مش حاسس بيك، مش دريان بيك خالص، مش هنا. تمام. زي إيه؟ زي امرأة لوط كان ماسكها الملاك في إيده كده، وهلكت وهي في ايد الملاك. صدقوني دي حاجة تخوف، حاجة تخوف بصحيح. ما هو ملاكين، ملاكين كل واحد له ايدين، يبقوا اربع ايدين، ايد ماسكة لوط وايد ماسكة مراته وايدين ماسكة البنتين. فايد منهم ماسكة امرأة لوط، وهلكت امرأة لوط. ليه؟ لأن قلبها ما كانش مع الملاك، ولا فكرها كان مع الملاك، ولا رغبته ولا إرادته مع الملاك، كان إيد كده مادة بلا روح. عشان كده ترك ربنا مادة بلا روح شوية ملك، قال لها بلاش رياء، أنت مادة بلا روح، خليكي مادة بلا روح. يبقى لازم نكون إحنا مع ربنا، مش بس يكفي إن هو يكون معنا. أكتفي بالجزء ده دلوقتي، اتفضل. ربنا موجود، كله من خير.